خليني اروح لاستاذ حسن. عايزه اسال حضرتك بقى عن الجانب التاني اللي هو بيبقى المتحكمين في المحتوى ده، او اللي قاعد ورا الجهاز وبيكتب الخبر او الاشاعه او الى اي مدى يقدروا يقيسوا استجابه مجتمع معين لهذا الخبر او التوجه اللي بيحاولوا يشتغلوا عليه. هو يبدأوا أولا، هو أنت محتاج تجرب مرتين، مرة على نوع المحتوى اللي أنت هتقدمه، بالذات إن أنت لو أنت مش أنت شخص متحكم، يعني فيسبوك النهاردة أنت كل حاجة بتشوفيها على التايم لاين بتاعك مصممة 99% من التايم لاين، يعني مصممة عشان يخليكي تفكري أو تحسي بشكل معين، من أول الشركة اللي عايزة تبيع لك المنتج بتاعها لغاية الجهة اللي عايزة تحسسك أو توريكي موقف ممكن يكون غلط أو إشاعة مش صحيحة. وبيصعب عليا جدا الاقي حد يقول لي انا قريت الكلام، ازاي الكلام ده مش صح، ده انا قريته في السوشيال ميديا. ايوه، ما هو حضرتك ما فيش حاجه تقريبا على السوشيال ميديا صح، يعني لازم تبقى فاولا هو نوع المحتوى اللي بما ان مش انت اللي بتتحكم ايه اللي يظهر للناس، انت محتاج تعمل كميه محتوى كبيره باشكال مختلفه عشان تقدر توصل لاكبر عدد من الناس. القياس ليه ادوات وليه طرق كتيره جدا، وده جزء يمكن من الميزانيه اللي تم رصدها برضو، قصه ان انا ابدا، يعني احيانا كانوا ممكن يبداوا، وده الجزء الاخير، لان فيسبوك غير الطريقه اللي بيوري بيها الناس المحتوى. الاول كانت الطريقه معتمده على ان انت لو عملت انجيجمنت مع صفحه معينه فبالتالي انا هوريك الصفحه دي اكتر. النهارده مش ده اللي بيحصل. خوارزمية. النهارده اللي بيحصل بالظبط، النهارده اللي بيحصل انه هو بيشوف انت مهتم بايه وبيوريك ده ايا كانت صفحه، حتى ما كان يعني انت مهتم بالسياسه وفي صفحه ما عملتش اي حاجه سياسيه خالص، هتشوف لو نزلت بوست واحد سياسي هتشوفه، او العكس لو انت مهتم بالكوره مثلا ودي صفحه رياضيه فانت هتشوف كل الحاجات اللي جايه منها، لان دي صفحه رياضيه غالبا بتتكلم عن الكوره. ده ادى لطريقه جديده الحقيقه في قياس وتصميم الحملات اللي بقت موجوده، هي انك بدات انهم بداوا يعملوا ديسكايز للمحتوى، لان المحتوى السياسي ما بقاش في السنتين ثلاثه الاخرانيين ما بقاش بينتشر كتير، فبداوا يعملوا ايه؟ خلقوا صفحات بريئه جدا تكلم عن اي اهتمام ممكن تبقى، وشفناها في الحملات الاخيره اللي كانوا عاملينها، هذه الدوره الافريقيه تحديدا بالظبط كده، كانت صفحه كانت كوره، صفحه كوميكس، يعني هي دايما بتبقى بحس ان هي معظم الوقت بتبقى كوميكس، كوميكس طبعا لان هي اكتر، هم بينقوا نوع المحتوى اللي عنده انتشار اكبر فالناس هتشيره وهي قاصده. فاللي بيحصل ايه؟ ان انا بخترق دوائر ما كانتش عندي، يعني لو انا اتكلمت على السياسه بس فهم المهتمين بالسياسه فقط وفي اتجاه معين هم اللي هتظهر لهم المحتوى ده. كانت دايما الخناقه الكبيره اللي كل الجهات بتسعى لها هي ازاي تخرج بره هذه البابل وتطلع بره، بحيث ان فابتدوا يستخدموا محتوى ابيض بيسموه، هو لا علاقه له باللي احنا بنحاول نقوله، ويخلقوا جمهور لهذا المحتوى وبعدين يبداوا يحطوا فيه الرساله السياسيه او ده بيجي ازاي. هو الاول لازم يعرف ايه نوع المحتوى، لازم يقيس، في ادوات بتقيس ده، ايه نوع المحتوى المنتشر في التارجت اودينس بتاعي، ايه اللي هم بيعملوه، وده اكشلي حتى الشركات ابتدت تعمله دلوقتي، يعني في سورت اوف اللي هم بيسموه كونتنت ماركتنج بدا ياخد هذا الاتجاه يعني.